الله يحييكم. الهواء والشبة الطيبة والعشاء بوفيه مفتوح. والله على هالنظرات والله. الله يحييكم جميع. الله يحييك ويسلمك. الله يسلمك. مركز الروق إن شاء الله. والله نعم فيك. الله يسلمك ويعافيك. وفي روق كلهم. الله يطول لي عمرك ولا عليك زود. ما عليك زود وفي عتيبة كلهم. الله يسلمك. من أول وتال. نجل من بعدكم. لكن سؤال يا أبو قلبي. سم. هل الشباب كلهم راضين عن الموضوع ذا ولا لا؟ ما أشوف أحد اعترض. لأني لا أنا سمعت كلام والله في ناس ما يبراضي وسالفة إنه كل واحد يأخذ مكان يقول مكان فلان مكان كذا إنه بيكون فيها شوية يعني تحزبية يكون واقعيين يعني فأبد أنا ما بقول لا لا تسوي ولا لا لا خلنا نبدأ بك أنت خلنا نبدأ بك أنت طيب ويا صالح أسلم أنت مضايق الموضوع شوف أنا قلت لك ونعم فيك وفي روق وفي اعتيادة كله ولا عندي حطات حزبية عنصرية لكن سالفة إنك تحط مكان باسم شخص بالنسبة لي أنا والله أني معارض للشيء ذا غير يعني ما أدري عاد كيف نظرة الشباب ولا معارض من أي ناحية؟ معارض من ناحية إنه يكون في مكان باسمي ومكان يعني مثلا بجي بالخيمة وأقول هذه خيمة صالح ولا زي كذا ما نبغى هذا أيوه ومثلا علي يروح يجلس الجلسة ذيك يقول جلسة الكلثمي طيب واحد أحس إنها يعني حاجة ما هي كويسة لأن في ناس طيب بعضهم ما عاد لعين إلا النخلة أقل قد يقول نخلة أحمد سعود لا لا شوف خلنا ناخذ دقيقة هذا والله ما يكون في واجب والله يا سرور اغلب الشباب هذا اللي قاله اغلب الشباب من انا شاء والله ما لا لا انا ما ابغى لا لا انا ما ابغى اغلب الشباب انا باللي يقولها قدامي اي هذا اللي انت تقول عشان اذا قلت اقول عشان ما يلفون لاني والله العظيم اني توني ادري قبل يمكن والله انا كنت قبل يمكن نص ساعه وساعة بالضبط اني درت الموضوع على اساس اني اكلمك يشهد الله ايوه لكن صدمت انك كلمتني هنا قدام الشباب على اساس والله اني باقي بكلمك يشهد الله طيب لكن ثار وجلع فبت ان كان تبغى تمشي على الشيء ذا فالله يوفقك ويقوم انا بقول لك حاجه انا بالعكس انا ابغى مفاجاه في موضوع صدق والله لا دقيقه دقيقه ترى احنا في موضوع جر الله والله انا مفاجئ ذا مفاجئ يا زين بالله ملي اعطاك ملي اعطاك الشور ذا والله العظيم يا ابو حمود اسلم سلم اسلم فعلى كذا جاب نمشي على الشباب واحد واحد هذا اولا بمشي عليهم واحد واحد لا 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 لو بيجي في خاطرك فالله يجعله لا 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 اسمعني 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 هي ما فيها شيء اول شيء ما فيها خاطر ولا فيها شيء اسمع هي بعيده عن ما لها دخل الخواطر في شيء لا نصل المركز هذا سواء انا ولا غيري قولنا جميع هذا لكن هذا ابو علي كل نحطه باسمه انا بشوف اذا حط احد باسم هذا شيء راجع له يعني عشان نكون صريح اي بس لا لا شباب هذا نقول شيء عشان نكون صريحين يعني نمشي حبه حبه لكن اللي في خاطر الشيء على الموضوع يقول زي ما قلت انت الحين انا بسمع الراي الجميع هذا اولا عشان انا اوضح له مو بقصدي انا بقول لك عشان ما اسوي لان النيه قد راحت وانا مسوي الله يعقب شر شفت لكن انا ابغى عشان اخذ من الشخص اعطوني ملخص انا بروح خلاص اجيك بعد الصلاه اسلم لكن انا عشان اجي من الشخص اوضح له بس الصوره لان ممكن بعضهم اخذ الموضوع فهم غلط لكن عشان اوضح الصوره بس فقط لا ولا سواء برايكم ولا بدون رايكم بس هي المكان لا مو مساله برايكم ولا بدون رايكم لا لا انا ما اقول لك انا لاني انا كملي وانا اتكلم في الموضوع ما حد جاء كلمني والله ما انتبهت للموضوع لا لان الامور ذي والله ما نعطيها وجه ولا نهتم لها لا هو خلاص انا صالح انا انت يمكن تشوفن عشان والعزب وسالفه العزب وكذا زي ما يجونك ناس يجون الناس انا زي ما انا الحين انا بين نارين فهمت شلون؟ لا دقيقة يا صالح أنا أتوقع أني كلمتك اليوم كلمتك أمس كلمتك الأسبوع كلمت أنا العزمة ما واقفة عليه على أي أحد على فكرة ما هي واقفة أنا قال إنه وقفت معي أنا أقول لا أنا أقول لك ما قلت إنه وقفت معي عبدالله دقيقة لا تتكلم حتى يا جماعة خلونا نعالج شوي صالح خلونا شوي صالح عشان تمسكوا قسم بالله ما أنا بقصدي من الناس دول أنا ما يوقفون قدامنا أي أنا بحد يتكلم أنا اللي يقول ليش ساكتين لين ينقل لي قلتها عشان ما يجون علينا بعد سؤال ما لا تسمع الشباب كلهم على العموم وعلى أنت ذاك اليوم هنا إحنا جالسين في الاجتماع لا أترك يمكن قلتها أنت بسبب مزح لا لا سرور
ما مسألة هي وقفة والله على أحد ولا ما بتقف على أحد، كلنا واحد على ما قاله زين، وحنا ندري إن الدنيا ما بتقف على أحد لا بأي شيء زين، لكن أنا منحرج من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا. ويا أبو حمود قلت لك أنا ما أقدر أرد أحد بأي شيء يخص زين، لكني يوم شفت الناس وأسأل يمين يسار فوق تحت ما أشوف، أشوف أن الأغلبية ما أيد الموضوع. لذلك أنا بدأت آخر الموضوع، بدأت آخر الموضوع ترى ما نبعد. أنا أقوله قلت بوجه عيال وهذا أقوله قدامك أنا يوم دخلت، أنا ما يعني ما أشوف أني أخطيت، قلت آخر الموضوع لما نصف على بر والناظر ولا السيارة ولا علية وأنا كبلي وذوبي للعيال لا لا الجميع. دقيقة أولا أنا متكلم في الموضوع من أول، وكان كلام يجي من وراء أنا ما أعرف، لأن أنا جيت واضح وقلتها أكثر من مرة، ويمكن علي وأنتم شباب تسمعوني دائما أقولها، وأقول دائما ودي أسويها اليوم وأسويها بكرة أسويها، لكن أختار الوقت المناسب هذا وجهي. أما ما يخص موضوعك وتقول الشباب أحرجوني، لا إذا هم أحرجوك أنا ما لي علاقة في الموضوع هذا أولا وأخيرا، يعني للأمان أنا ما لي علاقة فيه، بالعكس هذا لك. أنا قلت بس إنك أنت تكلمت الموضوع يوم اللي يوم كنا جالسين، وش قلت أنت يا صالح؟ قلت بزين الجلسة هنا يوم قلت أنا المركز وما أدري إيش قلت أنت، قلت الجلسة عندي صح؟ بس تدريني أنا من متى وأنا صفصف وزين وأقول لعيال ويشهدون عيال. لا 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 أنا ما أتكلم عن عزبتك، ها أنا أتكلم يوم أنا تكلمت المركز أنت إيش قلت؟ إيه كنت أتكلم عن عزبتي وأغراضي. إيه تقول عزبتي بنحطها، يوم قلت لك أنا تيجي، قلت أنت تيجي هنا هي. إيه صح ولا لا؟ حلو. فقلت أنا ما عندي مشكلة عادي. بس ما كنت أدري عن مركز مركز. عقب أعلنت أنت على وقفت بنا. صالح يقول بيسوي جلسة عرفت بالعزبة اللي معي. مسمى عيال يعني. كله جلسة عادي. أنا سويها جلسة. لا هي صالح ولا. أنا ولا هي لأحد. ولا هي لأحد. صار عندي. أصلاً الجلسة لا هي لأفلان ولا لفلان ولا لفلان، الجلسة للعموم. في حياتك حلمنا